طبعا مثل ما اوديكم يوميا نكون ياكم مرتين مع فقره مطبخي مع الشيف عرفان. اليوم بعد ما تعرفنا على وجبه الفطور واللي كانت فطيره البيدا راح تكون اليوم وجبه الغداء هي المقلوبه العراقيه. صحيح العراقيه صح. لو اكو غير دول بعد لا هي بكل اغلبيه الاكل العراقي موجود في العراق وتركيا. نعم يا عرفان خلينا هاي طبعا المكونات كلها قدامنا خلينا نتعرف اول شيء هاي شو يكون مي والفلفل الاسود عفو. وايضا الدهن الحر حلو. والكمون لا ماجي اوكي خل اكمل لعد هاي سهلات البقيات وايضا البصل والفلفل الاخضر والمعجون والتمن وايضا ما ننسى اهم شيء المقلوبه هو الباذنجان والبوتيتم والبصل وبعد ما ننسى اكو شيء ثاني الدجاج بالتاكيد نعم هسه اول شيء ذكرنا المكونات طبعا احنا عبرنا المكونات لان هاي راح تكون التزيين فقط بالضبط وهسه بيش اول شيء حتبلش بالتمر اول شيء نبلش بالتمر يلا بسم الله طبعا انا الدجاج اليوم اشتغلته بطريقه استخدم اليوم مي الدجاج التمن اكو بعض الناس يستخدمون بعض العوائل يستخدم مي الدجاج التمن ممكن صحيح أنا اليوم الدجاج مشتغلة بطريقة يسموها التعليق جمانة نعم. إنه أنا ما أذب مي نعم. أخليه قلت لكم إنه المراحل ما تطبق فعلا لاحظناك اليوم ما ضفت أي مي بالضبط بدون أي مي ونتركه لحد ما هو يستوي بالمي مالته شوفي حتى يتفلش ويصير كلش طيب أنت ضفت الدجاج وشنو ضفت وياه خضروات وال يعني مثلاً خضروات يعني مثلا خلي شوية ثوم شوية بصل وفلفل نعم. وخليت التوابل الكاملة نفسها اللي خليناها ذيك المرة بالدجاج الفخار قبخته نعم. وتركت النار ناصيه نفس الشغل القاورمة تقريبا وتركته لحد ما هو يستوي لحاله تمام طيب ارد اعرف شنو البهارات انت او التوابل اللي خليتها ذبيت شويه كركم قليل وشويه فلفل اسود وبس بس والتوابل الكامله عندي الكزبره الكمون بالتاكيد نعم. نشوف المقادير طبعا المقادير اليوم هو رز ودجاجه وباذنجانه كبيره وبطاطا وبصل ومعجون وفلفل اسود وماجي وايضا دهن حر وبصل مثروم وفلفل اخضر انا ما اقول مفروم اقول مثروم احنا نقول حلو مثروم مثروم تمام يلا طبعا شوف انا هنا هذا الجدر نفسه نعم اللي سويت بيه الدجاج وبعدين حولته نعم تركت شوفي جمانة شنو هذا تركت الجدر نفسه اللي سويت بيه نعم. الدجاج انا راح استخدمه بالضبط مال الدجاج زيت الدجاج راح استخدمه انا نعم واجي اضيف شويه نعم من اللي شوف جمانة اللي راح نضيفه هنا راح نعطي هذا الدهن اللي هنا الموجود مال الدجاج راح استخدمه بالطبخ للتمن راح ينطي في الطعم كلش طيب دائما انا قلت انه ممكن هذا الشغل اللي اشتغل اني بالدجاج انه ما اضيف يعني شوف زميلي شوف انه الدجاجه تكون مهروسه مطبوخه بالضبط. بشكل يعني مو الا نضيف لها هالشكل هذا نعم. هالشكل هذا شوف يمكن يعني شوف انا يمكن لاحظت هسه افضل ما احنا نضيف لها مي بالتاكيد اطيب والمي ماكو نعم. وراح استخدم الدهن الموجود عندي واللي بالضبط نقدر نقول انه اللي استرخصناه كله من كل المواد راح اطبخ به التمن راح يكون كلش اطيب تمام نضيف بصل وفلفل ويا التمن بالتاكيد هسه انا اشرح هاي لا لا جمانه انت انا لا لازم شوي يعني صدق مو قادره تعرف اطبخ اي مو انا ما مطيع يعني انا لازم يعني المفروض انا ما اطبخ ويا احد الا بوحدي ليش عزف منفرد يعني المفروض تتركني المطبخ اروح لا ما يصير عشان ولا حاجه زين طبعا انا اكفت شيء عم بنجيب نخلي انا هسه هنا انتظر شويه ينحمس ابدي نضيف المعجون بعد معجون مو هسه شويه انطيه لان المعجون ليش؟ المعجون لو انا ضفته هسه جمانه ما راح الحق اوازن بين استواء او طهي البصل والفلفل ويبدي المعجون عندي يلشع ما الحق عليه نعم فلفل اسود بالتاكيد يعني بابا هو المؤسس الكل يشهد انا واقفه على الجدر انا اللي دا اطبخ انت قاعد تضيف لي بس انا اللي دا اطبخ بعد شوي بدا يستوي عندي بعد ما بدا يستوي ابدي اضيف المعجون بالتاكيد
ضفنا قلنا قلت مو كمون ايش قلت سميته؟ ماجي. ماجي لحد الان انتظر انه يبدي ينحمس عندي المعجون. انا تقريبا مكمل كل شيء، بس خليها طريقه عمل الرز انه قدام الساده المشاهدين. بدا لما ينحمس شوف عرفان، هسه امي تزعل. ليش؟ هسه امي يمكن تزعل حاليا. مطبخ بالمطبخ بالبيت. ليش تطبخ هناك المطبخ هناك؟ طبعا ابدي اني افلس الدجاج. زميلي وياي شوف انه شوفي الدجاج شلون صاير. هذا على يعني لما سويته اني على البخار، شوف ما ظل منتهي الدجاج كله بهالشكل هذا من هذا الجناح. وياك. نعم. أفلس أنا وياك الدجاج. وأنت شو اسمه؟ يلا أوكي. بابا. بابا أنا بيا شنو مثلاً هسه راح أبين كم من الدجاج لازم أسوي هيشي. لازم هو. لازم أسمع الأصوات هسه أوكي خلي بس خلص. أنا أشوف. بس اتركي لي عظمة الفخذ الجوا أحتاجها بالتزيين. حلو. طبعا شيف عرفانك وايد يحبون يفلسون الدجاج مو بس انا يعني. وياكلون منه وين يفلسون؟ عدي طبعا غايته يريد ياكل ما يريد يفلس، فعدي ما يدخل يفلس وياي بس اني. طبعا هذه الطريقه هي بالدجاج كلش طيبه راح تكون طريقه ما يعني ما مثل نسوي تشريب او شيء نضل واقفين يم الجلد، لا غير طيب. الجلد تريده لا لا؟ اي العظام تريده. ماكو شيء راح اخلي لك اليوميه. طبعا تمام. لازم اني اتركها جمانه واروح باي اقضي اي شغل ثاني عندي بالبيت. طبعا الرز اني غاسله. نعم. اترك كل شيء. عظم جلد هذا. هذا العظام انا بس ارد اشوفه. هاي صغيره نظركم كلش قوي. لا طبعا زميلي ابدي اخلط المعجون ويا الرز والبصل. هسه هاي صحيحة؟ لا انت لازم تقول لا صحيح يعني فعلا مو لهالدرجة. اعرف اطبخ واعرف فان يعني هسه تمام مو؟ لا عشت ايدك. تمام عشت ايدك ترى مجرد تفليس يعني ما يراد اشي. بس الفخذ مو تفلسي، عندي فخذ لازم احتاجه. اي فخذ؟ اي فخذ فد لحظة يمكن فلست عظمة الفخذ. اعتقد اني فلست الفخذ يعني. كلام جميل كلام حلو الله يوفقك. طبعا انا بدا عندي رز ومعجون. ايوه اي والله بس هسه وين اروح؟ بدي الف من هنا واجي. ابدي اضيف المي. بس فد لحظه بس شو شوف لي هذا تمام هسه صحيح؟ بس اقول ياها ياها ولا تريده ما افلسه؟ ايش هو ظل؟ لا هذا مو؟ هذا لا لا اي هاي اتركيها بالضبط. تمام اخذي الجانب الثاني منها والجانب الاسفل اللي هو عصب طابول اتركي لي. طيب شوف عرفان انت شو اللي تحب المقلوبه باللحم ام بالدجاج؟ والله احبها بالدجاج يعني، بس الدجاج لما ينعد بطريقه صحيحه. نعم. وما يكون عندي زفر بالدجاج، هاي كلش اهتم بها. نعم فعلا يعني هو مرات الدجاج يكون زفر يعني فعلاً. بالضبط اهتم انه موضوع الزفر. شنو الشيء اللي خلينا نتخلص يعني من الزفره مال الدجاج تماما؟ هو عموما البصل. بصل والثوم. بس البصل واحنا نقول الورق الغار همين ايضا؟ لا ورق الغار يشتغل على الطعم يعني.
يعني ما يوخر الزفرة ورق الغار. بالضبط. لا ما لا الأغلبية يقولون الزفرة الورق الغار بأنه يقلل الزفرة. هاي من المعتقدات الخاطئة، لأن البيليف أو ورق الغار إنه يستخدم برا بالأكل إضافة طعم. نعم. مو يشتغل. يعني صدر هاي المعلومة غلط. بالضبط إنه يشتغل عندنا. أبدي أنصي النار، أترك الرز وأجيب الكيس نايلون اللي قلت دائما إنه أستخدمه. هذا هي المضايف انت ايضا وياه؟ اي هو التوابل قلت نفس اللي استخدمناها المره السابقه استخدمناها. زين نعيدها مره ثانيه التوابل شنو استخدمت؟ اوكي نستخدم الهيل، نستخدم الكزبره. نعم. والكمون والفلفل الاسود والفلفل الابيض، ونخليهم كلهم مثل ما استخدمنا اللي موجود عندنا بالدجاج بالفخار نفسه راح اشتغل به هنا. تمام. طبعا هذا كيس النايلون الغذائي انا قلت دائما انه اضيفه. تضيفه؟ طيب ليش تضيفه؟ يحصل البخار. بالضبط. طبعا. يحصل البخار ويسرع لي. هسه يجتمع مو بس اقربه. يا ريت زميل المخرج ينطيني مقادير مره ثانيه. هسه هيك تمام. اوكي حلو. اوكي لو بعد اكو بدي اشوف اكو بعد شيء بس يعني خلص لا ما بقى شيء جا. لا لا ما بي شيء خلص. هاي هاي بس مجرد هاي وخلصت. رز 1 كيلو، دجاجه واحده اي حجم تريدون او اي وزن، باذنجان كبير 1 حبه، وبطاطا هاي تركتك اياها 2 حبه البطاطا، انه دائما نختار وسط. والبصل دائما اخذ البصل قطعه بشكل دائري، والمعجون 2 ملعقه طعام، او تقدرون تستخدمون الطماطه اللي تضربوها بالخلاط ممكن تصير طيبه لكن قلل من كميه المي. الفلفل اسود رشه حسب الرغبه، والماجي عندي 2 مكعب، ممكن تستخدمون ماجي الدجاج، ودهن ودهن الحر 2 ملعقه طعام، وبصل مفروم نصف حبه، وفلفل اخضر 1 حبه. طبعا هنا هذه مو تقدر. لا بس الجو جزء الجو. أه. هذا هنا يعني شوف شلون انه الدجاجه. نعم. جمانة شلون مستويه على الاخر. هسه بعد ما كملنا تفليس الدجاج ايش راح نسوي؟ هسه نبدي نصفط. اوكي هاي احتاجها للطبق مالتي، مال عندي تقديم اللي يريدوه. تقديم انا اقدمه بالطريقه المعتاده اللي لازم تكون بيها نوع من الغرابه شويه بالشكل. نعم. نبدي طبعا مو انه احنا اليوم مقلوبه عراقيه، خلينا ناخذ اتصالات ونشوف شنو بانتظارهم. اكيد طبعا مشاهدينا طبعا نستقبل كل اتصالاتكم واستفساراتكم واسئلتكم حول اليوم طبختنا هذا اليوم. اليوم طبعا طبختنا اليوم مقلوبه، فاكيد كل بيت عراقي طبعا ما يخلى من هاي الاكله العراقيه المقلوبه يعرفون. اريد نشوف اليوم كل بيت شلون يطبخها. طبعا كل بيت هو يطبخ له فسر بالطبخ يختلف عن الثاني، فاريد نعرف شنو اللي كل بيت شلون يحب يطبخ المقلوبه او شنو طريقه الطبخ مالته. بانتظارهم بالتاكيد احنا. تمام. هسه شنو هسه؟ هسه حضرنا الجدر. تمام. اسحب هذا الطبق عم تستغلي براد. ناخذ اول اتصال ويانا. اهلا وسهلا ام محمد. ام محمد. الو السلام عليكم، شلونك كيف اهلا ام محمد شلونك؟ شلونك ست جمانه؟ صباح الخير. هلا ام محمد. شلونك يعني حبيبتي؟ هلا وحبيبتي. ام محمد اليوم شنو يوم طبختك بالغداء؟ نعم. اليوم شنو محضره بالغداء؟ كوبا تعرف شلغم. الله ألف عافية. الله يعافيك حبيبتي. بس العفو الشيف عرفان يعني من قناة صباح تقول نجوبة حضرتك شيف بروفيشنال شيف عالمي. شكرا جزيلا. انت يعني شيف بكل ما تحمله الكلمة من معنى. شكرا جزيلا. شهادة شهادة اعتز بها أم محمد. والله يعني أنا عندي شغل خاص أسوي يعني بالبيت وأسوي أكل للموظفات، هواي تعلمت اشياء من عندك، هواية. شكرا جزيلا. ان شاء الله بقادم الايام كل يوم نسوي لكم شيء جديد، وامرين امر ام محمد. ان شاء
الله يسلمك والله عشتيلك والله هواي تعلمنا اشياء من عندك انا وصديقاتي مو بس انا. جزيل الشكر. احنا وين تابعين قنوات طبخ مصريه؟ اها يعني حضرتك لا بعد تشتغلون على المنتج الوطني لازم تتركون مصر. شيف مو بس شيف، شيف راقي وانسان كل معنى الكلمه. شكرا جزيلا ام محمد، شهاده اعتز بها. ايوه شكرا ست جمانة، شكرا لك ام محمد. شكرا لك ام محمد نورتينا حبيبتي باتصالك. شكرا جزيلا. طبعا يوم شفت يوم شفت ذكروا اذا هاي الاطباق الغربيه والشرقيه اللي انت قاعد تسويها قاعد تفيد بيها وايد من العوائل. محمد دائما تتصل بيها من مواظبين على اتصال يوميا. نعم. طلبت بيكاتا وغيره وسوينا لها، واعتقد معانا اتصال ام نور. الو السلام عليكم ام نور. السلام عليكم. عيني. وعليكم السلام. السلام. يعني بس اريد اول شيء قلت لكم انه سابقا طريقه خلط الجريش والبرغل انه تكون بمي حار، والاسبوع الجاي الجمانه راح تلف لكم الاسبوع الجاي البرغل نسوي كبه، بس اي كبه يوم كبه حلب ويوم برغل واحدة. ويوم انت جريش تستلم الحلب وانا استلم البرغل تامرون امر وان شاء الله تشوفين الطريقه الصحيحه ام نور. اشكرك. تامرين امر، تامرين امر ام نور. يعني اتصال مريم، تفضلي مريم. السلام عليكم مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا مريم. تفضلي مريم. شمس الجمانه. اهلا حبيبتي. منوره منوره. اشكرك حبيبتي، طبعا يوم احنا فقره مطبخي مع الشيف عرفان، واكيد عرفت يوم اكلتنا هي المقلوبه، اريد اعرف اليوم انت شنو مسويه غدا؟ والله اليوم مسويين قول مع احنا. الف عافيه. الف عافيه. شكرا جزيلا، الف عافيه، الف عافيه. الله يعافيك معاشك ايدك استاذ عرفان. الشرف الشرف، ايدكم العايشه يا ابويا. والله ايدك على هاي الاكلات الحلوه. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، الشهادات نعتز بها جدا. الله يبارك فيك. ان شاء الله اريد يعني معلومه عن البيتزا تعلمنا شلون طريقتها. تؤمرين ان شاء الله راح نعطيك المقادير. احنا البارحه ذكرناها البارحه وبالايام المسبقه هم ذكرناها اكيد، بس ان شاء الله والله انا بس يعني ما تتابع يعني مشغولين يعني بالبيت وهاي. تؤمرين هسه عيدش المقادير وتؤمرين امر. اي والله تسلم عشتي على عيني وراسي. عيني وراسي. عيني وراسي. عيني هسه انت صفطي. هسه انا شنو اصفط؟ الدجاج؟ مطبخ؟ هاي المكونات بس شفوف اوكي. اوكي. ناخذ مقادير البيتزا. بيتزا؟ طيب اذكر انت مقادير البيتزا وانا راح ارتب. بالتاكيد حلو. مقادير طحين 1 كيلوغرام، حليب 1 كوب، بيض عدد 2، خميره 1 ملعقه طعام، ملح ملعقه كوب، والسكر 1 ملعقه ونصف، الزبد 50 غرام او نصف قالب اللي يكون بشكل طولي مو اللي يكون مربع يكون مستطيل، وزيت 3 ملعقه طعام، وحبه سوداء وسمسم للتزيين، ونصف كوب ماء او حسب الحاجه. تامرين امر. طيب. طبعا صوص البيتزا طماطه قلت لكم تضبوها بالخلاط، واوريجانو وريحان وسكر وماجي وثوم 2 سن تذبوها ببدايه الطبخه على مود ما يبين ريحته قويه، وزيت الزيتون 2 ملعقه طعم. شيف عرفان اليوم اردا زين شنو راح بيش راح ابدي اول شيء؟ ابدي بالدجاج. تمام. ابدي بالدجاج. الو السلام عليكم هدى. مرحبا شيف. اهلا هدى شلونك؟ مرحبا شيف جمانك. اهلا حبيبتي، اهلا هدى. ممكن اعرف شلون تنعمل وصفه الكيك الاسفنجي؟ تامرين امر، راح اعيد المقادير على الشاشه. طبعا. وان شاء الله هسه راح ناخذ المقادير على الشاشه وان شاء الله هم راح نعيدها مره نعم. ثانيه مع الشيف عرفان. والكيك العادي يعني احنا نسويه بالطريقه العراقيه. تمام. يعني اوكي، كيك بيت طبعًا. يعني. ماكو هو الكيك الاسفنجي والكيك العادي. تدللني. تامرين امر. تدللني. الكيك بالنسبه للكيك العادي او يعني اي كيك تسويه بالبيت البيتي نستخدم 5 بيض على كوب على كوب وربع سكر باودر، وبعدين نشتغل عليه انه نريده مثلا طعم برتقال او كشمش او اي شيء نضيفه وياه بالتاكيد، وراح يجي عندنا الزبد على الكيلو وربع راح عفوا كوب وربع سكر، 5 بيض، كوب كامل من الزبد نخلطهم مع بعض، وبعدين نضيف البيض واحده ورا الاخ، وبعدين نضيف لهم 2 كوب طحين ونخلطهم ونخلي الطعم اللي نريده، والبيكنج باودر راح يكون عندنا ملعقه كوب ونضيفهم، بالتاكيد راح تكون عندك المقادير للكيكه الاسفنجيه موجوده على الشاشه بعد قليل. انت احنا مو محضرين كل يوم 3 وجبه للحلويات؟ موجوده ان شاء الله. يعني باكر ان شاء الله؟ باكر ان شاء الله عندنا اهم شغل، راح يشتغل السويس رول شيف ياسر. تمام.
وهم نخلي في اليوم نسوي بيه احنا على إرادة الكيكة على الكيكة الاعتيادية اللي بنجيبها في اليوم بيتي. هم نسويها إن شاء الله نسويها بالتأكيد إن شاء الله. عجيبة هاي الأكلة قصة صعبة. شيف عرفان أنت تحبها؟ هاي شنو اللي قالوا عليها؟ اللي قلنا عليها هاي دائما عصريات احنا عصريات شو نسوي؟ بس متعبة شاي شاي وحب ايه عداتها كل الصعب كل الصعب الاعداد مالتها. يعني اتصال. السلام عليكم عبد الله. السلام شلونك؟ شلونك حبيبي؟ انا خالد شلونك؟ الله يسلمك. انا مقلوبة باللحم. مقلوبة باللحم هي نفس المكونات راح تكون عندنا وممكن تستخدمون اياها لحم القاورمة راح يشتغل اعتيادي اللي سويته بالحلقة السابقة راح يشتغل عندكم مع تغيير المكونات بالتأكيد. يا ترى بعد شوية ضغطيهم هيك خلينا ناخذ يعني اتصال ثاني. ام اكرم انقطع الاتصال. طبعا حنبلش نسوي بالبيت نجون بالضبط. خليني بس اي خليني فد اربع او خمس قطع اليل. تمام احنا قال هسه ذكرها قال عبد الله على المقلوبه اللي تكون باللحم نفس الطريقه بس يختلف بس اللحم بالضبط. تمام يكون اللحم عندنا مختلف ونشتغل على طريقه القوارمه راح يكون افضل. هم راح نشتغل نفس الطريقه نضيف له مي هو بالضبط هو نفسه بس مجرد لحم. تمام بالتاكيد. يا ريت زميل المخرج انطيني الكيك الاسفنجي اللي طلبت المتصلة قبل قليل. يعني اتصال غفران. غفران الديوانية. هلا السلام عليكم غفران. السلام عليكم. وعليكم السلام. قطع الاتصال. هلا السلام عليكم أبو عبد الله. ألو. ألو. قطع الاتصال. اوكي طبعا انت اشتغلي بهذا واني يا ريت خلي خمس قطع. انت ردت كم اترك لك خمسه؟ خمسه يلا أربعة. اذن هاي كافيه. حلو كافيه هاي. تمام اوكي. وهسه بالبوتيتا؟ اي بدي البوتيتا البصل كيفك. اي ابو علي. السلام عليكم ابو علي. السلام عليكم عيني شيف. اهلا شلونك قلبي؟ الله يبارك فيك. احنا نشكر قناه رشيد اللي جابت شيف عالمي مميز. شكرا جزيلا. شهاده اعتز بها. شهاده اعتز بها استاذي. انت شيف مميز واحنا نشكر قناه رشيد على هيك. وانا اشكر اتصالك وشهادتك اعتز بها جدا. الله يخليك. كل يوم جمالنا منوره وياك المطبخ. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك جمالنا. اليوم بدي اعرف اليوم شنو طبختلكم؟ شنو طابخيلكم اليوم بالبيت؟ الو قطع الاتصال. الو قطع الاتصال يا ابو علي. تمام اوكي. يا ريت المقادير كيك الاسفنجي زميلي المخرج كيك الاسفنجي اللي طلبوه قبل قليل هو نفس التراليشة لكن نشيل منه الاضافات. طيب بيض سبعة سكر واحد كوب طحين واحد كوب محسن كيك ماء ربع كوب فانيلا كريمة خفق وجلي كراميل عفوا واحد كوب وفستق حلبي مطحون. هذول بالأخير نشيلهم نشتغل بس الفوق البيض والطحين والمحسن كيك والماء والفانيلا. هاي تمام؟ اوكي طبعا هنا زميلي هنا ابدي اشيل الكيس لان اني هسه اريد البخار راح يطلع من عنده. سليون وصلنا الطبخة. شيء الرز ويستوي. كملنا. هسه كملنا بس ننتظر نخلي المكونات. تمام. خلي الرز. الدجاج صاير كل ما موجود صاير.
قرفان بعد خلاص ما يحتاج شفوف؟ بعد خلاص بس نقلب هي براسي اكيد انا راح اقلبها. لا يلا اوكي ماني ما اعرف اقلب بس يلا اوكي ساعدك. طبعا الطريقه اللي انا راح اشتغل بها زميلتي جمانه. نعم بوتيتا اخذتيها كلها والبصل؟ ايه هذا سوى مقلبها بس باذنجان انا بس انا بالعراقي انت قلت لي بس باذنجان نطيها زميلي. هنا انا شلون اضيفها؟ اخليها بهالشكل عفوا بهالشكل هذا باكر ما فكر انت شو راح تسوي بالفطور؟ والله اروح عند مينيو مسويه ثابت. يعني باكر عندنا بالغدا بالغدا قلنا حلويات لان يوم ثلاثاء باكر عندي المينيو اشوف شنو اللي موجود عندي تمام. واشتغل عليه تمام. مو خربطت لي هون قاعد ارتب صار لي ايش قد بيها. لا لا عادي هسه نخلي الرز تاكيد تمشي بشكل صحيح. نعم حتى تكبس هذا. بيها التمن بالضبط هاي اشتغل بيها على جنب وهاي اللي راح تكون عندنا من يستوي الرز اخليها هنا يمك بالضبط. اي هاي بعد شويه طيب التزيين شنو خاله للتزيين خالين انا خال طماطم خال وفلفل خال البصل هذا خال فجل نعم وخال هو قدمه بالشكل هذا. انا هسه بدا التمن يستوي عندي هسه ايش قد عندنا زميل المخرج كم دقيقه اوكي حلو خمس دقائق ان شاء الله لازم ناخذ بدل ضايع يعني مقلوبه أنا مو بس جمانة شوية كانت بطيئة يعني أنا أرتب أعبرك يعني إيه؟ صحيح؟ لا وين ليش علاقة ما ليش علاقة وقت ما نتأخر والله طيب شوف عرفان احنا قلنا سباكر انت مو محضر اي شيء؟ أنا عندي مين يوم مسوي دا أسوي بالشغل يوميا أقعد نعم وأختار شيء بس نعم. باكر يمكن راح أطلع خارج مني وأختار غير شيء لأن أبي أشيل المخبوزات نعم سوينا بما فيه الكفاية فراح نعم. أشتغل جزء أومليت أو شيء أسوي. طيب ليش مسويها مرايوك عراقي باكر؟ يلا سوي لهم مخلمة؟ يلا خلص مخلمة باكر مرايوك عراقي مخلمة مخلمة ولحم نعم. وبيض وبصل تمام. ها قلنا بالفطور وبالغداء أكيد راح تكون الحلويات بالضبط راح يكون عندنا حلويات طبعا يوم مقلوبة وباكر شو اسمه مخلمة يعني شوف عرفان يعني شو نقول لك احنا حاليا نشكرك كلش انا اللي اشكركم ويانا اتصال الو السلام عليكم لمياء الو لمياء الو السلام عليكم وعليكم أهلن. السلام شلونكم اني شلونك لمياء لمياء عاشتكم على هذه الطبخات الحلوه تسلمين اشكرك هاي من ذوقك طبعا لمياء انت اكيد تعرف شنو طبختنا شنو مش مع الشيف عرفان المقلوبه نعم اليوم اكيد عرفتي شنو طبختنا مع الشيف عرفان كانت اي يعني قاعده اتابعها اي اكيد المقلوبه عاشتيده والله الله يرضى عليك يا حبيبتي اريد اعرف منك انت ايش تحبين المقلوبه باللحم ام بالدجاج باللحم أكثر أنبار أكيد باللحم. لحم أكيد لحم أنبار أكيد لحم أهل الكرم موجود طيب أنت اليوم شنو طابخة؟ والله طابني على لحم ألف عافية قاعد ليمية؟ ليمية اليوم؟ الله يعافيك عيد ليمية أكيد ليمية أكيد مو؟ أكيد طابني على لحم ها لا لا تم الورقة تم الورقة بس أوكي طبعا شوية أبدي أني أفضل دائما الو نعم أنا نعم حبيبتي عندك اي استفسار؟ اي انا عندي سؤال بس على طريق الكنتاكي اذا ما تصير زحمه اي نعم تأمرين امر بعد باكر عندنا حلويات بعد باكر راح اسوي لكم البروستد هنا
وقدامكم وعلمكم شلون تقطعون الدجاج وشلون تستغلوه بشكل صحيح. شكرا لك شمياء. الو السلام عليكم شيماء. هلا وعيني صباح الخير. شلونك؟ شلون صحتك؟ الحمد لله. شلونكم عيوني؟ شو اخبارك؟ والله الحمد لله بخير. نسال عنكم. الله يطول بعمرك. ان شاء الله سنه حلوه على العراقيين وعلى الكادر كله اجمعين. ان شاء الله علينا وعليكم. اي والله سنه خير ان شاء الله على جميع العراقيين باي مكان. ان شاء الله يا ربي. وبالخصوص على عمر واحمد الركابي. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. والعائله رحم الله. وحبيت اسلم والله. وصل سلامك. وصل سلامك. شكرا جزيلا. هو هم يحييك استاذ عمر من بعيد. طبعا راح نشتغل بهالشكل. هالشكل هذا انت قلت لي اقلبها على هاي المويه عشان قلبتها. انا منتظره الصينيه وراح اقلبها والجدريه. هاي عينه. هاي عينه. وخايفه ومرتبكه شلون راح اقلب الجدريه. اللي قلبناها هسه احنا هاي عينه تكون بالشكل هذا. شوي نجيبها لي جاي تركيب. موجود عندي الفخذ اللي قوه لحقت له وياك. هاي بدل من بالعشه ايدك يعني هو نفس. لا الف مره عشلي. شوفوا هو نفس الباذنجان البطاطا والبصل والدجاج. نعم. لكن انه اني اليوم اقدمه بشكل مختلف. نعم. طبعا البصل راح يكون عندي هنا البصل كامل بالتاكيد. اي راح يكون عندي نومي حامض بالضبط. راح يكون عندي زميلتي جمانة هاي. الفجل عندي طبعا. راح يكون بين النومي حامض وبين الدجاج. ابدي اضيف الفلفل الاسود. الفلفل الاسود هالشكل هذا. تمام. وين راح ارجع؟ راح ارجع على الصوص اللي عندي بالبدايه. زاد عندي مين من الدجاج. ابدي اضيفه مع البصل. الطبق ناشف بالضبط مع. نعم. البصل مع كل ما موجود عندي مكوناته كلها. بالشكل هذا اضيف الصوص داير ما دايره. طبعا هي هاي الطريقه اللي انا قدمت بها بهالشكل. هسه نقدم طريقتنا. عاشت ايدك. شكرا جزيلا. عاشت ايدك على الطبخ وايضا على ذوقك اللي بالطبخ وبالاطباق. الله يرضى عليك. وبالتقديم. خلصنا هاي بعد. نصب. بقى عند ما بقى عندي وقت. اكو وقت بعد عندنا؟ يلا. ثواني احنا بس. احنا اخذنا وقت. اخذنا وقت اليوم. بالشكل هذا ابدي اضيف التمن. الرز. تمام. التمن. بس ايش اريد؟ شو هو حار دوسي. صدق؟ مريم وين ادري فيك انت تكون شو هو حار. هسه نبدي. تمام. بالشكل هذا. هاي على مود اخلي كل المكونات تتلابس. ما اسولف لك اليد الصاير بيها. الله يساعدك على الحراره. طلع تيادي هذا صدق بلا شفت لزمين. لا لا ما عندي حار. مو لهالدرجه يعني حار. طبعا اسف شوي ذا وقع رز على الطباخ. اكيد لا من السرعه. بالضبط. لان هسه شنو راح تحتاج بعد نجيب لك؟ ما يحتاج بعد. ابدي اقلبها. الصينيه. نقلب الصينيه. الصينيه موجوده. طبعا. بس بالتاكيد راح تكون عندي بالشكل هذا. ليش ما تخلي فشي يخاف حار من كذا؟ لا لا مو وجد خلينا بيه دجاج احنا. تمام. اي يعني بارد. عاشت ايدك على هالقلبه هاي الحلوه. انا خايدك حتى بس على هاي بالاخيره مشتركه اخر بصمه نقينا. تكون عندنا هالشكل. تمام. هذا. عاشت ايدك. لو ما دقت استخيره هاي ما تنزل. هاي بحر منزلك. كانت باقيه. كانت باقيه.
طبعا بهالشكل هذا راح تكون اعزائي المشاهدين، وهذا تقديم بما اريده اني الشكل، بالتاكيد انه اني قدمت بالطريقتين على مود ما اظلم احد بالتقديم. نعم طبعا عاشت ايدك شيف عرفان. ايدك العايشه، شكرا جزيلا. وطبعا اخذنا وقت زايد من أيوة والله كلش اليوم اخذنا وقت زايد. نعم طبعا هم نشكر كل الكادر اليوم طبعا اللي اعطونا الوقت الزايد، ووصلنا وياكم الى نهايه حلقتنا لهذا اليوم. يا رب تكون استمتعتوا ويانا بطبخه المقلوبه، ونلتقي غدا بطبخه جديده مع الشيف عرفان، واكيد مع ضيف جديد، واكيد مع فقرات وتقارير متجدده ومتنوعه. الى اللقاء.